قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. فالسين حرف استقبال، فيكون دخول السين على الفعل المضارع الذي في أصل فعل مضارع أنه للحاضر، فإذا دخلت عليه السين حولته من الحاضر إلى المستقبل، ففيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في المستقبل من يدعي النبوة.